Welcome to the second أهلا بكم في منتدى الأعمال المصري الصربي الثاني بعد ثلاثة أيام مليئة من اللقاءات والاجتماعات التي تعمل على بناء الجسور الاقتصادية المتبادلة بين البلدين. نيابة عن المنظمين أود أن أقدم المتحدث الأول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصر وأفريقيا. تفضل. السادة الحضور الكرام، السيدات والسادة، نيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأعضائه 5 ملايين، يسعدني كثيرا أن أرحب بكم. أرحب بفخامة السيد الرئيس رئيس جمهورية صربيا في هذه الزيارة والوفد المرافق له، ويسعدنا كثيرا وجودكم في مصر بلد الفرص على مختلف المستويات والاستقرار الاقتصادي والسياسي. يتفق المصريين بالطبع على أن هذه اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما الطريقان الأساسيان للتقدم. تعمل مصر على مجال واسع للتعاون بين مختلف هذه الجهات عن طريق تغيير قوانين العمل لدفع الاقتصاد إلى الأمام ولتوفير مختلف فرص الأعمال والاستثمارات المختلفة وبتوفير الرخصة الذهبية وتغيير السياسات التي تدعمها أيضا حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى بما فيها محور قناة السويس الجديدة واستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان وتغيير البنية التحتية. وفي خلال سنوات قليلة تستطيع مصر أن توفر وتقدم هذه الخبرة لبلغراد لتحقيق رؤية 2027. مع تعداد سكاني يتعدى 100 مليون، مصر لديها سوق داخلي كبير في المنطقة، والأكثر أهمية من هذا هو موقع مصر وموقفها كنقطة تلاقي تجارية كبيرة تتقاطع مع مختلف الطرق التجارية وأيضا قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى توفير فرص مختلفة لمختلف الموردين والمنتجين. وفقط من 50 إلى 54 فرصة مختلفة مع إفتا والكوميسا والميركسور في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومختلف المناطق في أفريقيا. فإن مصر هي أرض الفرص في التجارة واللوجستيات والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات الكبرى والسياحة وغيرها الكثير. حان الوقت لكي نعمل ونعزز الشراكة بين مصر وصربيا التي تستطيع أن توفر الكثير من الفرص المختلفة لقطاع الصناعة المحلية. معا يمكن أن نوسع صادراتنا لمختلف الدول بالقيمة المضافة و الإعمار والاستثمار للاستفادة من مختلف هذه الاتفاقيات التجارية. معا يمكن أن ننفذ الكثير من المشروعات في أفريقيا حيث تعمل الشركات المصرية الكبيرة واستثمرت أكثر من 1 مليار دولار في 21 بلد أفريقي في العامين الماضيين، أغلبهم معنا موجودين معنا اليوم.
كل هذا يدعمه 22 مليون مليار يورو من القروض الناعمة والتجارة والاستثمارات اتفاقيات الاستثمار من المتبرعين ومن البنوك المتعاونة ومع اتفاقات التجارة الحرة التي تتزايد والتعاون المشترك من خلال التجارة. نعرف أنه من الضروري أن ندعوكم إلى العمل معنا مع مصر أرض الفرص. شكرا لكم جميعا. شكرا للسيد أحمد الوكيل. منذ زيارتنا إلى صربيا وعلى مدار العامين الماضيين كان هناك خلية نحل كبيرة من العمل المتبادل مع صربيا، وخلف هذا التعاون أصدقائي الأعزاء ماركو تشاديج رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، تفضل. السادة الحضور، سعادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سأستغل الثلاث دقائق المتاحة أمامي بشكل مختلف. كان لدي صديق عزيز من مصر، لقد نشأت في ألمانيا، وفي ذلك الوقت تعلمت بعض الأشياء الصغيرة مثل بعض الكلمات، مثل كلمة أحلام الموجودة هنا على معصمي، والتي تعني من الهام أن نعرف كيف نحلم، كيف نحقق أحلامنا، ما الذي نود أن نحققه معا ونحققه سويا. الجزء الأول من حلمي تحقق بعد عامين كاملين من العمل الشاق والجاد بشراكتنا مع الرئيس السيسي وبالعمل الجاد الذي أديناه أخيرا. لدينا اتفاقية التجارة الحرة التي تعمل بشكل جذري على تغيير التعاون بين بلدينا. ليس فقط اتفاقات التجارة الحرة مهمة على المستويات السياسية، ولكنها أيضا تحدد أطر العمل بيننا لكي نقوم بتنفيذ أعمالنا بشكل جيد. بدأنا بالأمس بعد التوقيع الاتفاقات مباشرة أن نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نوفر الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأعمال، لتوفير الوقت وتوفير المال ونؤديه بكل كفاءة وقوة. بدأنا في هذه المشروعات بالفعل، والتي تدعى المساعد الرقمي للأعمال، ولدينا الآن قاعدة كبيرة من البيانات التي يمكن أن تساعدنا في معرفة ما ينبغي علينا فعله وما هي البيانات التي نحتاجها، ونقوم أيضا بتغذيتها بشكل كبير من خلال هذه القاعدة. للوصول إلى مختلف البيانات يمكن أن تذهبوا إلى صفحتنا الواضحة أمامكم، ولسؤالهم عن مثلا ما هو معدل الجمارك بين مصر وصربيا، وستكون الإجابة لديكم. أرجو أن تكونوا تسمعونني جيدا. طبقا لاتفاقية التجارة الحرة فهي زيرو. ما هو السعر التقريبي الذي نعمل من خلاله، وما هو حجم الصادرات، وما هي الأموال، حجم الأموال التي نتحدث عنها هنا؟ ومثلا على سبيل المثال، ما هو حجم التجارة المتبادلة في زراعة التفاح على سبيل المثال؟ ستجد أنها تساوي حوالي 98.6 مليون دولار، وهذا هو السعر الذي نعرفه. لذا أظن أن الفرصة المتاحة أمام، هناك فرصة كبيرة متاحة أمامنا لكي نعمل معا. لذا هذا شيء يمكن أن نتحدث عنه لمدة 10 أيام قادمة. ننظر إلى مختلف الأرقام الموجودة والمتاحة أمامنا، ليس فقط الأسعار، بل ننظر أيضا إلى الشركاء العاملين معنا. كيف يمكن أن تقوم بإنشاء شركة خاصة بك في صربيا؟ ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها؟ ما هي المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها إن أردت أن تكون صاحب عمل في صربيا؟ كل هذه البيانات موجودة عبر منصة مساعدة الذكاء الاصطناعي الخاص بصربيا. هذه الاتفاقات وأكثر منها
متاحة على هذه المنصة. وأدعوكم جميعاً إلى أن تكونوا ضيوفاً لنا وأن تستغلوا هذه المنصة لمعرفة كل البيانات المتاحة عليها، ليس فقط لتوفير وقتكم وأموالكم، بل هي لكم أيضاً حتى تستطيعوا أن تقوموا بأفضل ما لديكم لإنشاء الأعمال الخاصة بكم هناك. وهذا هو ما نود أن نقوم به اليوم في هذا المنتدى، أن نعرف كيف نجعل بلداننا أكثر ثراء وغنى في المستقبل. شكرا جزيلا لكم. ودون أشكرك شكرا جزيلا السيد ماركو تشيديش، وأشكرك على فتح هذه الأبواب لكي يكون هناك العديد من المشاركات في المستقبل، تعزيز المشروعات والمشاركة الثنائية بين البلدين في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالمعارض التي سيتم تدشينها في العام 2027. الآن سنتحدث عن تطوير العلاقة بين الـ EBRD وغيرها من المنظمات والشركات المتعلقة بالبنية التحتية، وخاصة لدينا أيضا الوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، فليعتادي المنصة. معالي السيد رئيس الوزراء، معالي السيد السيد ألكسندر غريتشيتش، السيد رئيس الوزراء، وزراء الحضور، الحضور الكرام، السيدات والسادة، أشعر أنني سعيد معكم اليوم لوجودي في هذه في هذا المؤتمر الذي يحتوي العديد من أصدقائنا من صربيا، وبالطبع أعرب عن ترحيبي الرائع لكل الحضور. هذا المنتدى يحدث لكي نحتفل بهذه العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذه العلاقات الثنائية والعلاقات الوطيدة بين صربيا ومصر، ونتمنى أن تكون هذه العلاقات تثري ثراء حسنا في بين البلدين، خاصة بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وفي هذه الأوقات بالطبع أود أن أقوم بتأكيد توطيد العلاقات بين صربيا ومصر، والتي تتسم بالمرونة وتتسم أيضا بزيادة الصادرات وزيادة أيضا التعاون الاقتصادي بنسبة كبيرة. وكل هذه الأرقام التي يتم تقديرها بالطبع قد تزداد لأكثر من هذه الأرقام التي سبقنا بعرضها. وكذلك أيضا لدى الإصلاح الاقتصادي بين مصر قام بتعزيز أمتنا تجاه التحديات التي قمنا بتصدي لها. لقد أصدر الاقتصاد الخاص بين عديد من المرونة من أوجه المرونة لكي يكون هناك إدراج ومشاركة من أصحاب الشركات المعنية من أجل تعزيز الاستثمارات، من أجل تعزيز الاحتياط النقد الخاص بنا. هذه الأشياء التي تصدى لها هاتين الدولتين أصدرت أن هذه العلاقات الاستثمارية والعلاقات أيضا الودية أبلت بلاء حسنا. لقد تصدرنا من 100 مليون إلى أكثر من هذا، ولكن إلى حوالي 208 مليون. بالطبع لقد التزمت مصر بخلق بيئة تتسم بشمولية جميع أوجه الاستثمار، وبالطبع جراء توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي لكي يكون هناك مرونة مع الإيكوسيستم أو نظام البيئي الخاص بهذه المشاريع التي تم إنشائها وتدشينها في مصر، وكذلك أيضا وجود الاستثمار في هذه المناطق الحرة الموجودة في مصر. بالطبع إن التزام مصر لدعم القطاع الخاص هو شيء مهم جدا. لقد أبدت جمهورية مصر العربية اتجاه وطيد تجاه هذا الأمر من أجل تعزيز المشاريع وإنشاء تعزيز المشاريع والشراكة بين القطاع العام والخاص. مصر بالطبع أبلت بلاء حسنا في توفير اهتمام رائع لكي يكون هناك أيضا اهتمام بالاتفاقيات الحرة التي تضم الدول العربية والأمم التابعة للكوميسا من أجل إدراج هذه الاتفاقيات الحرة الخاصة اتفاقية التجارة الحرة المعنية بالدول الأفريقية لكي يكون السوق الأفريقي موجود. وأن هدفنا واضح تماما، أولا تعزيز هذه الخطوط الاستثمارية الخاصة بنا، ومن ثم تعزيز القطاع الخاص، وكذلك أيضا لكي يكون أكثر قوة
من أجل تعزيز هذا الاستثمار المحلي وغيره، ولكي يكون هناك أيضا مصادر محتملة من الجانب الإنساني وكذلك أيضا من الجانب المحلي لكي يكون هناك منافسة في الأسواق العالمية. الحضور الكريم، من قبل مشاركة هذا الالتزام الخاص بوجود التعاون الاستثماري بين البلدين، أود أن أقول لكم أن هذا المنتدى يفتح الأبواب أمام كل القطاع الخاص بشتى مجالي لكي يشاركوا في هذا الصدد. نشارك الأهداف الصربية في السوق العالمي بالتركيز على المزايا التحفيزية والتنافسية لتعزيز القدرة التعبئة الخاصة بنا. النهاية الخاصة بهذه الاتفاقيات المبرمة بين الدول بالطبع هي خطوة مهمة جدا، وهو أول شيء قمنا بفعله أثناء وجود الوفد الصبري هنا في مصر بالطبع، لكي يكون هناك تعزيز لتعزيز هذه العلاقات، ومن أجل أيضا إزالة هذه القيود الجمركية على المنتجات التي يتم بثها في الأسواق بين الدول، ومن ثم أيضا تعزيز الوجود الجانب المصري والصربي في الأسواق الخاصة بالبلدين. أود أن أعرب عن أهمية العلاقات وأهمية الفرص التي تعرضها مصر بناء على ما تبثه هذه العلاقات في مصر، وكذلك أيضا وجود مستقبل للشعب الصربي والشعب المصري من أجل تحقيق أيضا النتائج الجيدة لهذا المنتدى. أود أن أشكرك شكرا جزيلا معالي السيد مهندس حسن الخطيب. والآن بالطبع لدينا مهمة كبيرة فيما يتعلق بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكذلك أيضا القطاع الخاص، من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى وزير التجارة الخارجية والداخلية لجمهورية صربيا، حيث يقوم بتعزيز العلاقات وتعاون الثنائي بين البلدين. السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الخارجية والداخلية لجمهورية صربيا. السيد رئيس الوزراء وجميع الحضور، ممثلي وزراء جمهورية مصر العربية، أنا أشعر بالفخر وجودي معكم اليوم كوزير من التجارة الخارجية والداخلية بجمهورية صربيا. بالطبع تجاه هذه السنوات التي مضت لقد شاهدنا العديد من الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من أجل تطوير وتعزيز النمو، ولكن بالطبع أيضا كل هذه الأمور من شأنها تعزيز الوجود الصربي والمصري في الأسواق بين البلدين. وفي هذا الصدد نحن نعمل مع بعضنا البعض على تعزيز هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخرا بوجود السيد الرئيس الصربي والسيد الرئيس المصري. وبالطبع هذا التعاون الذي شمل في طياته هذه الاتفاقيات الحرة بين البلدين فيما يتعلق بتبادل التجارة بين البلدين وكذلك تبادل الاستثمارات، وهذه الأمور تطرق إلى المنتجات الزراعية وغيرها من أجل تعزيز تحقيق هذه الاتفاقيات خاصة في هذا الوقت الحالي. وبالطبع من أجل تحقيق هذه الاتفاقيات واتفاقيات وأهدافها على المدى القصير لابد أن يكون هناك تعاون في شتى المجالات. وبالطبع هذه المنتجات الزراعية التي قمنا بعقد وبتوقيع هذه الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها في الأيام الماضية، فأقول أنها 80% من نتائج هذه الاتفاقيات بالطبع سبب بلان حسنا في الدولتين الصربية وفي مصر. ف 80% و 83% من هذه الموضوع يتم زراعتها في مصر، و 50% من هذه الأشياء يتم استخدامها في الأسواق الصربية. وأريد أيضا أن أؤكد على أن الاحتياط الصربي يعمل أيضا كعنصر مهم جدا في السوق الصربي بحوالي 2.7 مليون، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتركية والصين
وامتداد هذه الاتفاقيات خاصة في الـ FTA في الصين والذي سيبدأ في يوليو هذا العام. هذه العملية تستمر من خلال هذه الاتفاقيات مع مصر وكذلك أيضا مع الاتحاد الأوروبي في جنوب كوريا، وبالطبع هذه الاتفاقيات ستفتح أمامنا فرص استثمارية رائعة في السوق الصربية. بالطبع صربيا تحتل مكانا رائع في تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا بسبب التعاون المثمر والذي تسهم بسرعته المزدوجة وبأفضل جودة ممكنة لكي نقوم باستخدام الوقت في تغذية هذه الصناعات وتغذية الأسواق المحلية، وكذلك أيضا بالنسبة لمصر وبالنسبة لأوروبا، وكذلك أيضا الموقع الجغرافي لصربيا الذي يلعب دورا رائعا في ربط العالم وربط صربيا ومصر بالعالم أجمع. كل هذه الأشياء تقوم بتشجيع الأسواق المصرية والصربية باستغلال أيضا هذه الحواف التي تبثها كلتا الدولتين للمستثمرين الذي يقوم بإنشاء هذه الشركات وببث عمليات الاستثمار في الدولتين. أود أن أعرب عن اهتمام المزدوج من كلا الجانبين فيما يتعلق بالشراكات التي ستبلي بلاء حسنا، خاصة في مجال الأعلام في مجال الأعمال عفوا، وكذلك أيضا في مجال الاستثمارات والاقتصاد. سيدتي وسادتي، أشكركم على هذا الانتباه وأتمنى لكم النجاح الباهر خاصة في هذا المنتدى الخاص بالأعمال. شكرا جزيلا. معالي السيد الوزير، كنت تقوم بوصف ما قمنا بفعله خلال الأيام الثلاثة الماضية مع السيدة الأولى التي كانت تقوم بقيادة منتدى الأعمال الصربي الخاص بالمرأة، ومنذ نصف ساعة كان لدينا اجتماعات بين مختلف ممثلي الجانبين لتحديد المشاريع والخطط المتعلقة بزيارتنا القادمة إلى بلغراد. الآن يشرفني كثيرا أن أطلب من مضيفنا اليوم معالي السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. سيدتي الصربية، السادة الوزراء، كبار المسؤولين والضيوف الأعزاء، رئيسي وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة المصرية والصربية، أود أن أرحب بسعادة ألكسندر فوتيتش رئيس بلدنا الصديق صربيا والوفد المرافق له إلى بلدكم الثاني مصر. وأغتنم هذه الفرصة لأشيد بالجهود المتتالية التي تبذلها الحكومة الصربية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأدى ذلك إلى نتائج مبهرة على سبيل المثال لتحقيق أحد أعلى معدلات النمو في أوروبا خلال جائحة كوفيد-19 على الرغم من التحديات الاقتصادية مرتبطة بها. فخامة الرئيس، الضيوف الكرام، على مدار حوالي 100 عام تمتعت مصر وصربيا بعلاقات سياسية متميزة عززتها شراكة قوية ونزرة عالمية مشتركة من أجل نظام عالمي عادل ومنصف. إن تنظيم منتدى رجال أعمال الصربي المصري يدل على إطلاق حقبة جديدة في تطوير علاقاتنا الاقتصادية لتتناسب مع العلاقات السياسية الاستثنائية بين البلدين. يعكس المنتدى التعاون المثمر والعلاقات القوية التي تربط بلدينا، خاصة منذ الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، كما يعكس أيضا ذلك التزامنا المشترك بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري بين مصر وصربيا. ولذلك يجب علينا أن نكون واقعيين في تحديد أهدافنا
والعمل الدؤوب لتحقيقها. على سبيل المثال نرحب بإبرام اتفاقية تجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال الزيارة الحالية لفخامة الرئيس فوتيتش والتي ستقوم أيضا بمضاعفة تضاعف التجارة بين بلدينا في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار. وباعتبارها إحدى أكبر دول غرب البلقان تمثل صربيا بوابة لدخول البضائع المصرية إلى المنطقة بالإضافة إلى توفير مزايا وامتيازات أخرى من خلال مبادرات أخرى مفتوحة التي تسمح بوصول البضائع المصرية إلى صربيا دون قيود جمركية. وبالمثل يمثل لمصر أيضا دخول المنتجات الصربية إلى أفريقيا من خلال التجارة الحرة للقارة الأفريقية. ويعد منتدى رجال الأعمال المصري الصربي خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات. وسيعمل المنتدى على تعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الزيارات المتبادلة. وسيعمل أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي والبلدي أو الإقليمي من خلال فتح قنوات اتصال بين غرف التجارة المصرية والصربية على مستوى المحافظات والمدن الصربية. وأحد الأمثلة على هذا هو زيارة المتبادلة والتبادل بين غرفة التجارة المصرية الإسكندرية وغرفة التجارة منطقة فيوفيتينا. أتمنى أن أقول ما تخطو اسم المدينة صحيحا. ويمكن أن يتوسع ذلك ليشمل غرف تجارية أخرى في مدن أخرى بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا. فخامة الرئيس، الضيوف الكرام، يجب أن نركز سويا على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا مع الاستفادة من الميزة النسبية التنافسية لكل منا. وتشمل هذه المجالات الزراعة، الاتصالات، التكنولوجيا والمعلومات، الاتصالات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء افتتاح مصر مؤخرا لعدد من المدن الذكية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة. وأخيرا في مجال السياحة نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصرب في مصر ونساعد بعضنا البعض في تذليل العقبات المتعلقة بالسياحة المصرية في صربيا. أصحاب السعادة والضيوف الكرام، في الختام أود أن أعرب عن تقديري لجميع الذين شاركوا في تنظيم هذا المنتدى ولكل ضيوفنا الكرام من صربيا الذين شرفونا بحضورهم اليوم. أتمنى لكم جميعا منتدى ناجحا ومثمرا ولبلدينا وشعبينا الصديقين التنمية والسلام والازدهار. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي رئيس الوزراء. ومن كلا الجانبين نتطلع لتحقيق مختلف النقاط التي حددناها واتفقنا عليها، وما وطبقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تم في زيارته إلى صربيا. والآن يسعدني ويشرفني أن أقدم ضيف شرفنا اليوم الذي كان مضيفا رائعا عندما كنا في بلغراد منذ عامين، من وزارة الاتصالات والمعلومات إلى وزارة الدفاع إلى نائب رئيس إلى رئيس البلاد الآن، الذي يؤمن بدور اتفاقات التجارة الحرة والتعاون والتكامل الاقتصادي. ضيفنا اليوم فخامة السيد الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا. معالي السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صديقي العزيز، لقد
كتبت خطابا جيدا للغاية، ولكن كل شيء تحدثنا عنه حتى الآن والحديث عن صداقتنا وكيف يمكن أن نطورها وما يمكن فعله حتى نعزز التعاون بين كلا بلدينا وكيف نعزز الاقتصاد والتجارة ومستوى التبادل بين البلدين وحتى زيادة أعداد السائحين. أولاً أود أن أتقدم بالشكر الكبير لمعالي السيد رئيس الوزراء على وجودنا هنا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة والتي توضح أن الأحلام يمكن تحقيقها. أنا أعرف هذا لأن لدينا مثلها في بلدي. الناس لا يدركون ضرورة هذه الأشياء منذ اللحظة الأولى، ولكن فيما بعد يفهمون كل شيء بعد مرور عدة سنوات كما حدث في بلغراد في صربيا مع بعض مشروعاتنا. يشرفني ويسعدني وجودي هنا، ويسعدني كثيرا أن أرى هذا العمل الرائع من جانب المصريين من المهندسين والمطورين والعاملين هنا. وأستطيع أن أقول أننا بالطبع ندرك ونقر أن هناك مرحلة جديدة بين بلدينا الصديقين صربيا ومصر. هناك الكثير أمامنا لنفعله، هناك الكثير ليتم فعله في المستقبل بين مصر وصربيا، وأتمنى أن نكون قادرين على تحقيق كل هذه الأعمال بالشكل الأمثل. ندعوكم بالطبع كدولة، وندعوكم ندعو الشركات المصرية للمشاركة في المنتدى القادم في 2027 لكي نرى الشركات المصرية وكيف ستشارك في بناء مختلف المشروعات هناك. بعضكم قد أتى بالفعل إلى بلغراد واتفقنا على ما يمكن فعله في أعمالنا المشتركة بين مصر وصربيا، ويسعدني أن أرى أن بعض هذه الشركات قد أظهرت اهتماما كبيرا بالفعل بالعمل هناك. لا أستطيع أن أدحض الحقائق من شكوى بعض الناس من قلة وسائل التواصل بين مصر وصربيا، ولهذا على الأقل يجب أن يكون هناك بعض قنوات الاتصال. ولهذا أقول أن إير صربيا طيران صربيا سيقوم باستئناف رحلاته بين بلغراد والقاهرة بأسرع وقت ممكن في غضون أسابيع، ربما شهرين فقط لا غير. ومرة أخرى نعيد بناء قنوات الاتصال والصلات من أجل بناء علاقات أفضل بين مصر وصربيا. وفي الوقت ذاته يجب أن أصحح بشكل ما قاله صديقي ومضيفنا العزيز. نحن نتوقع على الأقل أكثر من 4% نموا اقتصاديا، لأن صندوق النقد الدولي يقوم بتحديث تقييماته بشكل مستمر. نتحدث عن نمو اقتصادي أكبر بكثير، ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة تؤدي إلى نتائج مثمرة أفضل في المستقبل. ليس من السهل أن يكون هناك استثمارا مباشرا بيننا تحت هذه الظروف، بينما هناك مشاكل تحدث حول العالم، ومعدل النمو الذي يختلف في الاتحاد الأوروبي وأصبح أقل مما كان عليه، وهذا بالطبع ينعكس على الموقف في صربيا ويمنعنا بالطبع من القيام ببعض الإجراءات الأخرى في الوقت ذاته.
في الواقع أنا أؤمن أن الأسواق المفتوحة والتي تقوم الحكومات بإنشائها والتعاون بين الرؤساء يسعدني كثيرا. أن التعاون بيننا وبين الحكومة المصرية يعمل بشكل ناجح، ونحن في صربيا نعمل على الجانب الآخر بنفس الطريقة الدؤوبة والمجتهدة للوصول إلى أعلى المعدلات. نعمل على أسس صلبة لزيادة معدل التبادل التجاري بيننا. وأؤمن أيضا، وسأنهي كلمتي هنا، لن أخذ أكثر من هذا، أن الدول المستقلة القوية يجب عليها أن تتواصل فيما بينها وتظهر اهتماما أكبر للتعاون فيما بينها، لأننا لا نهتم فقط بالمشاكل التي يمكن أن تحدث، بل كيف يمكن أن تؤثر هذه المواقف على دولنا ومنطقتنا، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الظروف، وما الذي يمكن أن نحصل عليه ونحوزه. فالأمر لن يكون مشروطا بشيء أو بطرف آخر لكي نحدد هذه الأعمال ونواجه هذه المشكلات. الصداقة الموجودة بيننا والتعاون والاهتمامات المشتركة هي من أجل رفاهية شعبينا، وأؤمن أيضا أن هذا هو التعاون المطلوب. أؤمن أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمله الدؤوب وعملكم الدؤوب معالي رئيس الوزراء أمرا واضحا، وأؤمن بنا أيضا، أؤمن بأحلامنا الخاصة التي بدأنا تحقيقها بالفعل، ويجب أن نستمر في الحلم وأن نكون قادرين على القيام بما يمكننا فعله دائما، وأن نركز على نشر السلام في أنحاء العالم الذي أصبح كلمة محرمة في العامين الماضيين، سواء في هذا الجانب أو على الجانب الآخر. وأقول هنا، لن نتحيز لأي جانب، نود أن نرى السلام يعم العالم والرخاء والاستقرار كذلك، ولا نطلب أي شيء آخر. لا نود أن نرى أي صراعات سياسية بين طرف وآخر أبدا في أي مكان في العالم. لا يهم إن كنا بلد كبير أو صغير، نحن دائما على استعداد للحرب من أجل للقتال من أجل حريتنا ومن أجل الحرية والاستقلال، وللناس العادية التي تأخذ قراراتها بأنفسنا. هذا هو ما يهمنا أكثر من أي شيء، وعندما نقوم بهذا ندرك ما يهم مصر أكثر من أي شيء بالنسبة لنا، وسنكون قادرين على أن نرى صربيا هذا البلد الصغير صديق حقيقي وجسر كبير للتواصل بينكم وبين الاتحاد الأوروبي، وأن نكون شريكا كبيرا لمصر. شكرا جزيلا على استماعكم لنا. شكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس، وسأقتبس جملتين من كلامك اليوم مما قلته منذ عامين: بناء الجسور بين الشعوب والأعمال والكثير الذي يجب علينا أن نفعله على مدار الأيام الثلاثة الماضية وحتى بعد منتصف ليل أمس. كنا نخطط ليس فقط على أولوياتنا، بل كنا نتحدث أيضا عن المنتجات، ما هي المنتجات التي ستكون لها الأولوية في التجارة المتبادلة بيننا، وما هي المشروعات التي سيتم تحديدها في خطة 2027. لدينا كثير من المشروعات، ونقل الطاقة والكهرباء، وقمنا بتحديد الشركات المصرية والصربية التي يجب عليها أن تعمل معا، وسويا سنكون قادرين على تحقيق ما تحدث عنه فخامتك اليوم.
وفي النهاية أود أن أشكر فخامة السيد الرئيس نيابة عن كلا الجانبين المصري والصربي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والصربية، أن أتقدم بالشكر لكلا السفيرين الذين كانوا معنا على مدار الأيام الماضية. سنقوم باستغلالهم في الفترة القادمة بشكل كبير لنتأكد أن ما تحدث عنه فخامتك وما تحدث عنه معالي رئيس الوزراء قد تم بالشكل المضبوط. شكرا جزيلا لكم.